هل صيام الثلاثة أيام دليل على أنها الأيام البيض؟ وإذا لم يكن كذلك ما دليل صيام الأيام البيض؟ هو صيام ثلاثة أيام هذا هو الأصل، فإذا جعلها أيام البيض فهو أفضل، وبأن يجعلها اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي يكون القمر في كل الليل موجوداً، سميت بيضاً لبيضاض لياليها بالقمر. فإذا جعل الثلاثة في هذه الأيام هو أفضل، وإن صامها في أول الشهر أو في آخره فلا بأس. نعم.